الثقافة اليابانية في التلفزيون وكبرنا معها عن طريق الكرتون، والحمد لله شفناها على أرض الواقع في جابامورا، وقدرنا أننا نعيش بعض الأشياء اللي شفناها في الكرتون، زي ما تشوفون الكيمونو اللي أنا لابسته الخاص في البنات وفي اليوكاتا برضو. صراحة كانت تجربة جدا ممتازة وفريدة، وصلت لنا الثقافة اليابانية عن طريق الفاني واي، عن طريق الألعاب، عن طريق الأوريغامي، تعرفنا على الأكل الياباني، على الثقافة اليابانية. كانت تجربة ممتازة وراح تنعاد لأن ما راح يكفيها يوم واحد.